محمد، أنا وليد ابن أحمد صالحة الملقب أبو محمد المنجيد، صار لي بالمصطحة 65 عاماً، نزدادوا شباباً كمان. مصلحتي التنجيد، فرشات، مخدات، لحف، يعني طبعاً جهايز. كان عمرنا 5 سنين، نحن بمصلحتنا 5 سنين بيكون الواحد بيدخل المصلحة وقت بيشتغل فيها مشان الغبرة، يا بتواتي يا أما لا. بعدين نحن ما مشغل يا أولادنا يا أخواتي يا أحفادي، بس غريب ما بيفوت فيها، لأن يعني إحنا بنفوت بيوت، عارف شلون؟ بنفوت غرف النوم فيها كل شيء، غرف النوم بتعرفي غرف النوم أي بيكون مين يكون؟ يكون صاحب الأمانة، المعلم أو أخوه أو أب حبيبه بنشغل نحن، كان ما يفوت معنا غريب على البيت. إذا راح له غرض مين بيقولوا؟ يقولوا نجي، ما هيك أمني؟ الحمد لله. ومصلحتنا الحمد لله ميسره بصلاه على النبي، ما بخلي حدا ينجعز منا ولا ينجعز من حدا، نحن الحمد لله. اخي الكبير الله يرحمه حسن احمد صالحه ابو علي، هذا معلمنا، هو الرئيس تبعنا، الزعيم تبعنا، ايه هو اللي علمنا المصالح، انا واخواتي كلياتنا تعلمنا منه، نحن علمنا اولادنا واحفادنا، عندي 4 الله يسلمهم كلياتهم، الحمد لله رب العالمين. هذا من 90، كان محلي انا فوق جامع، كان هذاك بال 65، ايه كنت انا فوق، بعدين نزلت لهون بال 90 نزلت. مصلحتي كثير حلوه وبحبها، مثل بيشرب ابي يعني شلون بيشرب سيجاره الواحد، انا مثل حكايتها اللي مرق فيها، ايه وهي ساريه بدمي يعني، وكثير كثير بحبها وهي بتحبني. وانا بنعز فيها وهي بتنعز فيني، الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. والحمد لله هذا موجود احنا، وهي مصلحتنا كلياتها، ندف قطن وصوف ومنخبط عبي الفرشات، هاي الفرشات قدام مني شيء حلو يعني، وزبوناتنا كلهم بيحبونا ونحن بنحب زبوناتنا. هاي فرشة اسكندراني عرضها 160 طولها 2 متر، هذا وش دامسكو ملوني. هاي فرشة لها كنار دائما دار اسكندراني اسمها، بالنص اسمه بسمير، تتعبى على اصولها، جز صوف جز مثل ما ارجيتك اياه، تخبيط وتعبها هي، حتى حملنا الفرشه مثل ما حملناها هلا، ما بيصير لها شيء، لا بتخرج لا بتنتزع لا شيء، بتيجي بس ينام عليها بتيجي كلها مساحه مثل البلاطه. انا بشتغل بحب القماش العقاد، قماش العقاد احلى شيء، هذا قماش العقاد افضل قماش، كل شيء بالسوق تلاقيه هذا بيعذبنا مسفق، يعني هذا غالي بس عين غالي بس مرتب، هذا قطن، هذاك بقول يصير فيه يعني بيعطي حماوي، هذا قطن 100%، عرفت شلون؟ هذاك فيه بقول يصير يعني حامي يعني، وهذا يعني لون حلو ومرتب، بيجي على التخت حي التخت لون الوان بينزل عليه هذا، على الغرف النوم، اختار العقاب الله يخبره لنا للشباب بعد شوي. خلصنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كمان مخدات يعني كمان بندف على المكنه، هي المخده بتندف على المكنه مثل ما ندفنا هلا وبنعبيها هي على المكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مخده للنوم، هي قطن. Thank you.
هي فيها كيلو. هي دول تبعات الزبونات مو تبعاتي هذول. هذول نحن نبيع المخدة ب 25 خالصة قطن. البيع يعني مخدة كبيرة يعني أكبر من هيك 25 خالصة مع قطناطة وقشة خالص. مشكلة طعمها شوي شوي أول بالأول. شايف أول شيء بنعبي الزوايا متى ما عبينا الزوايا مشيت لحالها. يلا. نعبي شلون أول بالأول. جابنا فرشه الزبونه يعني صاحب الفرشه جابها فكينا له الفرشه بنفك له اياها بنحط صوف الارض ومن شو بنجيب بنعطيه الوش يروح يغسله بيغسل الوش وبيرجع انا وين بحط الصوفه بالشمس شو بيعمل بيعقم يعني شو فيها شغلات بتروح منها وبعد من انا بخبطه وبعب يعني بس يجيب لي وش بعبي له اياها مثل هلا عم بستنى الوش لحتى يعبي له الفرشه. هذا السيخ هذا الصوف الجز هذا السيخ بنخبص فيه الصوف وقت بيجوا الفرشات اللي عندي بيروحوا بيغسلوا الوش الفرشه انا شو بعمل انا بشمسه وبعدين ببلش فيهم تخبيط بخبطهم حتى يصيروا مثل ايش مثل الحرير بس يجيب الوش الفرشه بعبي لهم اياها صوف القطن بس اذا بيجيني سفنج بشتغل بسفنج يعني تلبيس سحابات هذا شغل يعني سفنجه يعني تبع صوفايه بحط لها سحاب بركب لها سحاب وبلبس لهم اياها هي شغله سفنج شغل الحاف هذا بياكل 24 ساعه لانه كله تدريب ناعم هذا استاذ ذاك الحاف يعني هذا من الحاف بننتفه بنعبيه وبنبلش بقى بنبلش ندربه نعمل له رسمها بياكل وقت بياكله 24 ساعه الحاف قطن وصوف بيشتغل شلون؟ اثنين حلوين واثنين فيهم حرارتين فيهم بارد وسخن القطن بارد وسخن كمان ولا هلا بالصيف بتلاقي بيتغطى الواحد بالحاف بس يدفى شوي بعدك بلاقي بروده مضبوط بلاقي بروده والصوف كمان هي فيها درر كمان فيها حرارتين بروده وحمامه دفى يعني واثنين حلوين منتبه علي ها خبطناه بصير مثل الحرير نفرده بنعبيه مشان تعباد الفرشه طيب كل جزه بجزتها يعني احنا صوف عندنا شغل حما حموي يعني شلون شغل الحموي بيطلع حرير يعني وظريف غنم لانه هذا غنم بس هو شغل حما هن بجيبونا هون على الشام نحن بنشتري من هون صوف حما في مرعى اكبر تلاقي مغذي يعني الصوف تبعه وجبناته وشنقليشاته طيبين كله حموي مضبوط جبنة واللبنة والشنقليشة كله طيب من حمام والله أنا من الساعة 8:30 بالمحل هيك للمغرب المغرب بروح على الجامع كلهم جهاز بدقوا وين ما كنت بحاكيهم وين ما كنت بركن الدين بشورى بالمهاجرين وين ما بحاكوني بحاكيهم بس الحمد لله ما أثرت علينا ما تأثر علينا إحنا. ألو أهلين إيه بدي مية أجارة مية يا أبي عن يلا شوي تاني إيه شوي تاني حاكيني يلا أنا قلت لك أنا بحب مصلحتي شو بيشرب السيجارة الواحد أنا بحبها كثير بدمي هي سبحان الله من بكير بحبها يعني بجي بكير بشتغل بعد العصر المغرب خلاص والله
كنا اول شيء كان عندنا قوس طويل، بعد لغيناه على بعض هي بعد التغى ما عاد فيه ولا الحارة كلهم يعني كانوا أطفال كبروا تزوجوا. أنا يعني مشهور أنا هو إنه أنا كانوا مثلاً الأب تزوج الأب تزوج أولاده رد إجوا أولاد رد تزوج أولاده رد تزوج أولاده أولاده أنا عم نزل لهم رايح جاي مين أنا أبي فلان ابن جدي فلان أنا هذا صلي 65 سنة أنا وياهم إيه والله ما شاء الله أحفاد 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 نزلنا من الأبهات الجدود الأبهات لا أحفاد تبعاتهم يعني اللي حقيقي حفيد هذا لا في هذا في أيام الرسول هذا حفيد هذا من بعد ما يعني تدفت على المكنة وصارت أطنات حرير بعدين بنوقف المكنة بنحطها بعدين بنعبي المخدة بنعبيها مركزة ومنخيط تمها بنسكرها بتطلع خالصة مخدة والله ايام من زمان كان يعني الشغل كان حلو حلو والله احلى من ايامات ما عم نشوف هيك البنات معزله زي كانت هيك على البساطه وتوجع لما نروح على البيوت انا اشتغل بالبيوت انا ما اشتغل هون انا بالبيوت يعني بشتغل يعني فوت اربع خمس فرشات سايبين هون ومن على بكره بضل هيك للمساء يعني ولا في احلى منهم بس معي اولادي يعني معي اولادي معي مو لحالي بشتغل انا وحالي إيه وهلا يعني تجوزوا الاولاد حتى انا لحالي صبيان اولادي كل واحد عم يشتغل لحاله والله البضاعه هي هلا مثل هذا اللي ماشي بتاعته من قديم هذا صار لي هلا اكثر من 60 سنه في هلا ما شاء الله معروف وهي ماشي الثانيه هي طالعه جديده هي طالعه جديده ايوه هي طالعه جديده انا ما بحبها هي فيها بوليستير هي ها في بوليستير هذا في طاق بوليستير حرير يعني حامي مو مثل هذا هلا هذاك مثلها لا هلا هذا مثلها حطيه على الميزان بيطلع هذا اقل منها بالميزان ها يعني قطانه بالميزان بزينه وقديش بتاكل البعير إيه هذا شو نايلو مين فريق هذا؟ هذا 45 ورقة، 45 يعني ساعتين على القديم 45 ورقة بقول هي 45,000 هذا حق المتر حقه 80,000 قديش في فرق؟ هذا رطعين، ليك النايلو هذا النايلو هذا قطن 100% هذا نايلو ما بقول لك يا مسترخص اللحم عند المرأة تندان هذا هو هذا الحاف مجود أكبر قياس لون موزي رسمته متمني هذا اسمه متمني هذا ساتان من أفا خام قطن بلدي بشغل يدوي كله شغلي هذا أيها هذا حجار هاي مراوح هاي رسمة مقطعة كمان تحت حجار مراوح كله أربع دروب أرويجي درب أبيض درب ثاني أرويجي درب أربع دروب مع الرسمة كلها ناعم كلها هذا تاكل هاي شغل بياكل 24 ساعة يعني شغل بالشام كان أكثر من هلا يعني كنت ما أخلي قرني على جوبر على السيارة على الهامي ما أخلي قرني أروح لها هلا ما عاد طلعت كبرنا هلا يعني الشام هلا حلوة الشام ما بنقعد بلاها الشام بنولى دقيقة أنا إذا بطلع من هون لشورى تعرف فيها شورى المهاجرين إذا بطلع من برات شورى بروح على الميدان ما بصدق أنت أرجع لهون على الحي تبعي ليش؟ أنا هون نحن خلقانين وكل حياتنا هون يعني أهليتنا هون أولادي وأهلي كلهم هون نحن ساكنين صرنا عمر نحن بنروح بكير الساعة 8 بنروح مشان الشمس يعني بينما تحمى بيكون خلصنا مظبوط؟ الساعة 8 للعشرة 11 ببلش يشد الشوب شو كنا نحن الحمد لله بلشنا خلص يا أخي مصلحتي ما في أحلى منها كان في قوس عندي
وعندك درجة تكون يا مخفية لنا. قوس طويل على خشبة له وتر، وتر من دع الوتر بصير بالقطن بصير بيطلع مثل هي. شلون هي عم تطلع القطن؟ هذيك بتطلع كايتها، بس هذيك خشبة على يدوية، هي كهرباء. عرفت شلون هي؟ هي الفرق بين هي هذيك كهرباء، هي كهرباء هذيك يدوية. والتنجيد بالسيخ اللي ارجيتك يا هذا مشان الصوف والقطن. يعني اذا ما في مكان بالبيوت القطن خبطه كمان بالسيخ بيتخبط بيتعبى بخدام بيعبي لك اياه. واللحف كمان على المكنه الاطناء تبعاته بعدين بعبي بالحاف وبعد بشتغل لك اياه. مثل هالشغل هذا شغلي انا ببيع يعني طواسي انا يعني بدي اجيب عندي بدي فرشه قديش قياسها مثلا مترين 160 قديش بتكلف قديش بدي حابب الا قديش بتكلف ولا اتفقنا تعطينا العبور ثاني يوم تاخذها. لانه ما خلي شيء انا عندي مقبل يبيتي انا يعني اليوم اليوم جابها بكره بياخذها لان الدكان ما في اني احط عندي. عرفت شلون؟ يعني انا بيع لحف وبيع فرشات ومخدات هذا شغلي بس الشعر السيئه الهامه عين الخضراء عين الفيجي بسيمه هذا كله يعني روح اشتغل له هنا. هلا انا مشهور بالبسيمه يعني هيك اي وليد من نجد غريب يقول لك هذا صالحاني بيعرفوني يعني بيشتغل هنيك يعني ما قلت لك انا هي بحبها يعني هي عشقتني وانا عشقانها. يعني اسفنج ماله ما بحب ماله مرق فيه هذا مرقنا يعني بتطلع شغله حلوه هي والله احسن شيء يعني حي الله فرشه طلعت المر راسه ما خل هلا بينام واحد على ذهب لما على 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 تنب على ذهب هي ذهب هذا الذهب. الحديد شو بيعمل؟ ما بيريح ولا بيعمل شيء. اسفنجة بعدين اسفنج شو مادة دغري بتفرط بعدين شو فيها بصير مثل البرغو بفت فت وحامي حامي الاسفنج هذا ما قلت لك هذا له حرارتين لا بيأذي ولا شيء لأنه طبيعي بعدين يعني هلا الصوف مبارك صوف مبارك شو مبارك؟ هلا سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما قام يذبح سيدنا اسماعيل ابنه عم بيش فديناه قال بذبح عظيم نزلنا هالكبش من فوق نمنع على صوفاته واكلنا لحماته وشربنا مرقاته مبارك مضبوط خبطناه بصير مثل الحرير نفرده ونعبيه بشرط عباد الفرشه ما بعد الصوف يعني صراحة بعد الأطعمة هذه شو ما طلع صناعي ما له يعني لما مخدة داكرون هذا البوليستين بس هاي منقية حامي بترولي صناعي هذا ما بي الأطعمة ما بي ليش؟ إنه خلق الله عز وجل صنع الله الذي أطعمنا كل شيء كل شيء هو تجي مثلا أم العروس لعندها قال لي يا حجي بدنا نحن نجهز لبنتي اللي على راسي شو بدنا؟ بلا بدك فرشة بدنا الحاف بدنا مخدات بدنا ايران ايه بدنا على راسي تجي عنا بروح على عندنا على البيت انا بروح عندنا على البيت بكونوا جايبين الصوفات بكونوا جايبين الاطناب يجيبوا اغراضه يجيبوا الوجوه وشي. وانا بفصل هنيك على قد اللي اتخذ بيشتغل بفصل لون بركز لون وبخيط لون وببلش بقى بجهاز العروس بعبي لها بعبي لها الفرشه مسلمة على التخت مساوي الحافز ما شفتي ركب له ملحفة له ملحفة خارجية مو على هيك له ملحفة خارجية كمان يعني بنحط عشان ما يتوسخ هذا الوهم مخلص بعد ما خلصنا من الملحف نعبيها المخدات بعد ما نعبيها المخدات له وجوه خارجية كمان مو بس هذا له خارج يعني له كشكش ما كشكش اي هذا يعني كله من السوق بينشر هذا جاهز هذا بعد ما مخلص بيجي العريس اهلين وسهلين شو لك حجي لاي جهاز واحد اثنين ثلاثة أربعة دول الأغراض تبعتها والباقي على الله زي كم البرادي كنت أشتغل أنا بالبرادي ما عاد اشتغلت كنت أشتغل برادي أنا ما عاد اشتغلت برادي تطلع العروس عندي خالد برادي يعني إجاز كله كامل بعد بيجوا على البيوت اللي أنا عم أشتغل تيجي أهل العروس أو أهل العريس يا عند أهل العروس عم بشتغل يا عند أهل العريس أنا بيجوا بقى بعد ما يخلصوا الله يعطيك العافيه بيتفرجوا والله يسلم هالديات والله شيء حلو يعني بيتباهوا بقى هاي الفرشه وهي المخدات وهي الارام وكله خالص كله جاهز
الحين ان شاء الله سبحان الله باقي هون باقي عينه انت العرس يخلص من الجهد لا يا قام شوف ذا قام عليش بيناموا ما بدل ما بدل الفرشة ما بدل الحام ما بدل القدام نستنوي حتى يخلص المجلس هي بعدين بقى ببين شو عينوا تعيين الحفلة امتى مثلا شهرين ثلاثة عشرة ايام خمسة ايام الله يعلم اي بقى اليوم قال الاتفاقية تبعتهم شلون هذا بيصير هذا اما الضربة عندي انا هون الوقفة بيقول لك اجوا المجلس حتى ننتهي نجي المجلس بينهي بقى الموضوع ركبنا البرادي وساوينا الفرشات وخلصنا ما عاد في شيء في شيء ما بقى في شيء خالص بقى في شيء تعيين بقى انا عم خبيت لكان عم خبيت عشان اعبي الفرشه وهي الفرشه بتطلع من سرير شنعان بيناموا ويدعوا لنا ما في احلى من الذهب يا وائل في احلى من الذهب فرشتك شو يا وائل امين يا رب فرشتك صوف يا وائل يلا احكيك وانت شو صار لك خاصة جاهزين اجت يوم جمعة مرة يعني زونة عندي معها ثلاث اولاد قال بدنا نروح على الكباس يمشي بدنا نروح على الكباس عندها ثلاث فرشات جابت لي ثلاث اولاد معها لهون وواحد منهم صغير رضيع وبيبكي كي حاصله هون والله انا لا يا حملنا حنا ورحنا ركبنا باص المهاجرين تبع صنعاء ورحنا طلعنا على باصات الكباس وطلعنا عنده هذا الولد الصغير الرضيع ما في الا شو يبكي 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 لعما يعني مشكله تبع البكي حملته انا الولد اخذته منه وحطيته عم قال لي زلمه قال لي سكت ابنك قلت والله مو ابني والله مو ابني لا يجيبوني انا رايح نجد للفرشه قال لي والله فقدت والله ما انا مو ابني هذا اللي قول ركبنا وصلنا على البيت انا حامل لي انا رايح نجد ما احمل ولا خلصنا من هي اجت وحده ثانيه بالمهاجرين الخامسه بالمهاجرين كنا عم نشتغل عند وحده عم سابت لنا فنجان قهوه عم سؤالت لبنتها اسألي قديش عمره؟ شو قالت لها؟ قالت لها اسألي قديش عمره هذا النجي؟ انا خفيف انا مو هيك طبعا قالت لي حجي قديش عمره؟ قالت لي ما بدي قالت لي ان شاء الله ما بدي ساوت لي شاي ساوت لي قهوه كل شيء قلت لي قديش عمره؟ قال ما بدي خلصنا الفرشتين خلصنا الفرشتين وخلصنا بعد حاسبتنا وخلص قالت لي قديش عمره؟ قلت ما بدي حملنا حالنا ورحنا بعد شهرين اتصلت اختها قدام المهاجرين هلا حجي الله يوفقك فاكين الفرشات لا ايه رحنا كمان نجدنا لا بعد ما قعدنا خمس دقائق صابت لنا قهوه قال قديش عمرك حجي؟ قلت له ما بدي قلي مين قايل لا اختها؟ قالت له ان شاء الله قلي له قديش عمرك قعدنا اشتغلنا اشتغلنا كل شيء قديش عمرك؟ قلت له ما بدي قلي عم تتصل عند ام محمد دقيت على التليفون على البيت قالت الحجي عنا عم يشتغل اتبعني اي انا بقول له وين رايح اي اتبعني عنا عم يشتغل قالت قديش عمره؟ قالت ما بدي قلي قالت لي جي كمان مرتك بتقول ما بتعرف ما بدي قلي يا حي ولهلا كامشين علي ما بدي قلي بس بزيد مع الوحيد يعني نافع قلبي يعني واصطحبنا فيها يعني سبحان الله ايه معرفه مع الناس
وشغل وتلاقيها وهي بتحكي لك وهي بتحكي يعني انا ماري كبير يعني شوفني لا ان شاء الله ربي يجزيك خاطركم الهي جبرتوا خاطرنا انتم بهاللقاء الحلو هذا يعني الله يوفقك الهي يعني باركنا فيكم كمان